السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها بقطر 2022، بدأت الإثارة تتزايد قبل الحدث الرائع والمثير في عالم الساحرة المستديرة، حيث سيتواجد معظم كبار نجوم العالم في كرة القدم في هذه البطولة، ساعيا كل منهم لتقديم كل ما لديه من قدرات ومهارات للفوز بأكبر جائزة في كرة القدم. ووسط كل هذا الابتهاج المرتبط بالحدث الذي يقام كل 4 سنوات، هناك أيضا بعض الأخبار غير السارة لبعض هؤلاء النجوم، حيث سيخوض بعض هؤلاء النجوم آخر نهائيات كأس عالم لهم. وسوف نتعرف معا في هذا الفيديو على أبرز 5 نجوم لن نراهم في مونديالات قادمة بعد مونديال قطر 2022. كريستيانو رونالدو البرتغالي. يعد كريستيانو رونالدو هو أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، حيث سجل هذا اللاعب البالغ من العمر 37 عاما 117 هدفا في 189 مباراة. وسوف يبذل كريستيانو قصارى جهده لتحقيق لقب كأس العالم التي ستكون له الأخيرة بعد تقدم العمر به، لكنه يستمر في كونه هدافا رائعا. فقد خاض رونالدو موسما رائعا مع مانشستر يونايتد، بل وتم اختياره في فريق العام بالدوري الإنجليزي. وسيبلغ رونالدو من العمر 41 عاما في نسخة كأس العالم 2026، وهذا ما جعله من المرجح بشكل كبير ألا يلعب بعد هذا المونديال. روبرت ليفاندوفسكي البولندي. يعتبر روبرت ليفاندوفسكي حاليا هو المهاجم الأكثر تهديفا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث أحرز مهاجم بايرن ميونخ 50 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 46 مباراة بجميع المسابقات في موسم 2021-2022. وقد ظهر ليفاندوفسكي لأول مرة في نهائيات كأس العالم في عام 2018، فقد خاض بطولة منسية إلى حد كبير، حيث فشل في التسجيل أو تقديم المساعدة في 3 مباريات، لكنه يتطلع الآن للخروج من ذلك خلال مونديال قطر 2022. ويبلغ ليفاندوفسكي الآن من العمر 33 عاما، وبالتالي من غير المرجح أن يكون موجودا في نسخة كأس العالم لكرة القدم 2026. لوكا مودريتش الكرواتي. كان لوكا مودريتش هو أحد أبرز اللاعبين في كأس العالم 2018، وقاد المنتخب الكرواتي للمباراة النهائية أمام فرنسا، وبالرغم من الهزيمة 4-2 أمام فرنسا، لكن مودريتش فاز بجائزة الكرة الذهبية لأدائه خلال هذه البطولة. ويخوض اللاعب البالغ من العمر 36 عاما موسما رائعا مع ريال مدريد، حيث فاز بلقب الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا، ولا يزال يؤدي بمستوى عالي جدا. ومع ذلك من المرجح أن يكون نهائيات كأس العالم بقطر هي البطولة الأخيرة له، وسيكون في 40 من عمره بحلول موعد كأس العالم 2026، بل ومن المرجح أن يكون اللاعب الكرواتي الدولي قد توقف تماما عن اللعب بحلول ذلك الوقت. لويس سواريز الأوروغوياني. لويس سواريز بلا شك أحد أعظم المهاجمين في جيله، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه مع منتخب بلاده. سيقود سواريز خط هجوم أوروغواي في مونديال قطر 2022، وقد قام سواريز بعمل ممتاز مع أوروغواي في نهائيات كأس العالم، ففي 13 مباراة في كأس العالم سجل سواريز 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وسنفتقده كثيرا عندما ينهي مسيرته الدولية، حيث يبلغ سواريز الآن 35 عاما، ومن المحتمل بل ومن المرجح أن تكون هذه هي نهائيات كأس العالم الأخيرة له. توماس مولر الألماني. يعتبر توماس مولر هو أحد أفضل المهاجمين في جيله وأكثرهم تقديرا، لقد كان الفضائي لاعبا استثنائيا بالنسبة لمنتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم، ولعب دورا حاسما في فوزهم بكأس العالم 2014، حيث سجل مولر 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 16 مباراة في كأس العالم في مسيرته. ويبلغ توماس مولر من العمر 32 عاما الآن، وقد تكون نهائيات كأس العالم بقطر 2022 هي الأخيرة له بعد الخروج من نهائيات كأس العالم 2018 من مرحلة دور المجموعات، حيث سيكون مولر متطلعا للوصول لأعلى مستوى في قطر. عزيزي المشاهد والمستمع الكريم، إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعمه باللايك والشير والاشتراك بالقناة تقديرا لجهودنا، وحتى نستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. ونشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.